بقالنا سنة تقريبا دلوقتي مفيش حاجة شغلة الرأي العالمي كله غير أزمة الطاقة والغذاء، خصوصا يعني أزمة الطاقة اللي موجودة في أوروبا دلوقتي واللي بقت معقدة جدا أكتر من أي وقت قبل كده، وده جاي بعد سنة استثنائية من تفشي جائحة كوفيد-19 واللي كان ليها تأثيرات سلبية جدا على اقتصاديات العالم كله، وده نتيجة حالة الإغلاق الكامل وكمان تعطيل سلاسل التوريد. ودول العالم كلها بقى علشان تعوض الخسائر الكبيرة جدا اللي حصلت في سنة 2020 بدأت سنة 2021 ومعظم دول العالم عندها رغبة ملحة جدا في مضاعفة العمل والإنتاجية، وده بالتالي صاحبه طلب كبير جدا على الطاقة، وبالتالي الطلب الكبير جدا على الطاقة ده صاحبه ارتفاع جنوني في الأسعار بتاع الوقود التقليدي أو الأحفوري. وطبعا يعني تحقيقا للمقولة المقصورة بتاعت إن المصائب لا تأتي فرادة ما عداش شهور بسيطة جدا إلا وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية اللي زودت وعقدت بشكل كبير جدا مشكلة الطاقة في العالم كله خصوصا الغاز، وكمان خصوصا في القارة العجوز أوروبا اللي بتعتمد بشكل كبير جدا على روسيا كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي، واللي بتمد أوروبا بأكتر من 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي ده. واللي زود من الطين بلة من المشكلة بتاع الغاز دي ان روسيا على مدى العقود الاخيرة كلها كانت بتحاول تحبط اي مشروع اوروبية علشان تنوع من مصادر الغاز بتاعتها، علشان الموضوع ده يفضل ورقة ضغط بتضغط به روسيا على اوروبا، واللي حصل دلوقتي فعلا، وده بعد الحرب الروسية الاوكرانية اللي هي روسيا بتستخدم ورقة الغاز دي كورقة ضغط على اوروبا علشان يعني تشيل ايدها من الموضوع ده. والظاهر كده ان الشتاء ده هيكون شتاء قارس جدا على القارة العجوز علشان مشكلة الغاز اللي موجودة دلوقتي، واللي روسيا بتستغلها افضل استغلال من وجهة نظرها يعني علشان تضغط على اوروبا ودول الاتحاد الاوروبي باقصى صورة ممكنة. ولكن بصراحة انا مش جاي اكلمكم في الموضوع ده، في مشكلة الغاز اللي بين روسيا والاتحاد الاوروبي، لان في ناس كتير جدا اتكلمت عنه واعتقد يعني معظمكم عارف دواعي المشكلة واسبابها وايه اللي بيحصل فيها دلوقتي. انا جاي اكلمكم في مشكلة تانية خالص، وبطرح سؤال بسيط جدا، هل موضوع الطاقة النووية والطاقة البديلة طلعت مجرد وهم والطاقة المتجددة دي ما قدرتش تحل مشكلة أوروبا دلوقتي في الفترة العصيبة اللي هي بتعيشها؟ بص يا سيدي، في الأول كده بدايات الطاقة النووية كانت في 30ات القرن الماضي لما اكتشف كده مجموعة من العلماء إمكانية جعل الانشطار النووي يحصل كده في مجموعة من الذرات، والاكتشاف ده حصل وهم بيشتغلوا على ذرات مادة اليورانيوم. فلما قاموا بتقسيم ذرة اليورانيوم لقسمين، وبالمناسبة العملية دي بيطلق عليها عملية الانشطار النووي، اكتشفوا ان العملية دي بينتج عنها كمية كبيرة جدا من الطاقة، يعني انشطار نص كيلو من مادة اليورانيوم بينتج عنه طاقة بتعادل احتراق 3000 طن من الفحم، متخيل الرقم؟ ومن الوقت ده بدأ الشغل والتطور الكبير جدا في موضوع الطاقة النووية، وطبعا كان ليها استخدامات حربية وعسكرية كتير يعني زي ما معظمكم عارفين، وكمان برضو استخدامات سلمية في الطاقة بالتحديد وفي الأدوية وفي العلاج وفي الحاجات دي كلها. ولكن لغاية اللحظة دي لسه ما قدرتش الطاقة النووية انها تكون بديل مناسب وقوي للوقود التقليدي او الأحفور زي الغاز والبترول، بدليل انها مش قادرة تسد العجز اللي موجود دلوقتي في الغاز الطبيعي اللي موجود عند أوروبا، وده بالرغم ان عندهم عدد كبير جدا من المفاعلات النووية وهم اول ناس اشتغلوا في الموضوع ده. وده بيطرح سؤال مهم جدا، ليه الطاقة النووية ما قدرتش تسد العجز الكبير اللي موجود في الغاز دلوقتي في أوروبا؟ أول سبب في إن الطاقة النووية مش قادرة تسد العجز اللي موجود في الغاز الطبيعي دلوقتي اللي في القارة الأوروبية إن في نقص شديد جدا في قضبان الوقود بتاع المفاعلات النووية، والسبب الثاني إن معظم كوادر محطات توليد الطاقة النووية تم إحالتهم للتقاعد أو يعني على وشك، وفي نفس الوقت ما تمش تجهيز البدائل اللي هتقوم بتشغيل المحطات دي. السبب الثالث والمهم جدا هو كارثه فوكوشيما النوويه اللي حصلت في اليابان، وده سنه 2011، والاحتجاجات الكبيره جدا اللي حصلت على الكارثه دي خلت واحده زي المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل تسرع في عمليه التخلي عن الطاقه النوويه في المانيا، وده بعد ما تم التاكد ان اضرار المفاعلات النوويه او الوقود النووي اكتر بكتير من الفوائد اللي هتعود على البلد اللي هتقوم باستغلال النوع ده من الطاقه. السبب اللي بعد كده اللي مخلي الطاقة النووية مش قادرة تسد العجز بتاع الغاز الطبيعي هو التوترات الجيوسياسية اللي بين روسيا والاتحاد الأوروبي. ففي حد هيقول لي يا عم ايه علاقة روسيا بالمفاعلات النووية والطاقة النووية بتاعت أوروبا؟ هقول لك ان دولة زي ألمانيا بتستورد اكتر من 20% من مادة اليورانيوم اللي بتستخدم في توليد الطاقة في المحطات النووية، وبتستورد كمان تقريبا نفس النسبة من كازاخستان الدولة اللي تحت النفوذ الروسي. يعني من الاخر كده روسيا مسيطرة على الاتحاد الاوروبي من ناحية الغاز ومن ناحية الطاقة النووية، هي اللي بتصدر لها الغاز وبتصدر لها برضو المادة الخام بتاع الطاقة النووية. شفت المشكلة عاملة ازاي؟ وفي كمان سبب مهم ان اصلا محطات الطاقة النووية دي مش بالسهل كده انها تشتغل، وكمان مش من السهل انك تقفلها، الموضوع خطر جدا ومكلف جدا ومعقد جدا كمان، وده على عكس محطات الطاقة اللي بتشتغل بالغاز الموضوع بيكون سهل وبسيط ومش خطر ومش معقد ومش مكلف كمان.
اما بقى السبب المهم والجوهري جدا في فشل الطاقه النوويه في انها تسد العجز بتاع الغاز الطبيعي اللي موجود في اوروبا دلوقتي، هو ان اساسا مساهمه الطاقه النوويه في اجمالي احتياجات اوروبا للطاقه معدل او نسبه بسيطه جدا، فهي يا دوب بتساهم من 6-7% من اجمالي احتياجات المانيا للطاقه عموما، وطبعا دي نسبه بسيطه جدا وغير مؤثره تماما يعني. ونعم في الوقت الحالي بقى في رغبه اكبر للتوسع والانتشار في موضوع المفاعلات النوويه ده علشان تستخدم في انتاج الطاقه، ولكن الموضوع مش جدي قوي، او نقدر نقول انه مجرد وعود انتخابيه قبل الانتخابات الرئاسيه اللي موجوده في معظم دول اوروبا. يعني مثلا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعد في الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت ان فرنسا هتقوم ببناء اكتر من 14 مفاعل نووي، وده من اول سنه 2028. وكمان دوله زي بولندا قدمت في مارس اللي فات خطط لبناء 6 مفاعلات نوويه، ولكن دي كلها خطط ومش مؤكده، لان عدد المفاعلات النوويه اللي بيتم اطلاقها دلوقتي في اوروبا بقى اكتر بكتير من المفاعلات النوويه اللي في وعد او تجهيز لبنائها، لان الجو العام في معظم دول اوروبا دلوقتي بقى ضد موضوع المفاعلات النوويه بشكل كبير، وده لاسباب كتير. اولها هو التخوف الكبير جدا من موضوع البيئه والسلامه النوويه ده، وكمان ان موضوع بناء مفاعل نووي جديد بياخد وقت طويل جدا وتكلفه عاليه جدا، وفي النهايه بيكون المردود او الناتج بتاع المفاعلات النوويه دي بيكون اقل ما يمكن ودون المتوقع بكتير. فممكن نقول ان الطاقه النوويه في الوقت الحالي لا يمكن انها تقدم حل فوري او حل جذري لمشكله الطاقه اللي موجوده في اوروبا او في العالم كله او في اي حته في العالم، ولكن ممكن استخدامها كعنصر مساعد ولكن برضه مش بنسبه كبيره مع طاقه الرياح والطاقه الشمسيه علشان تحل مشكله الغاز او مشكله الطاقه اللي موجوده في العالم كله، ولكن ده هياخد شويه وقت. فالطاقه النوويه باختصار ما اظهرتش خالص الدور الواعد اللي كنا مستنيينه منها من خمسينات القرن الماضي، واقدر اقول لك باختصار انها كانت مجرد وهم في حل مشكله الطاقه. ففي ورقة بحثية لجامعة بيل الأمريكية قال خبراء الطاقة إن دول الاتحاد الأوروبي بتخطط لمضاعفة إنتاجها من الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وده لثلاث أضعاف، وده بحلول سنة 2030. والاتحاد الأوروبي بيحاول بشكل مكثف وسريع جدا إنه يوسع بشكل كبير جدا من استخدامه للطاقة الشمسية والهيدروجين المتجدد، وإنه ينفذ ده بأسرع وأوسع صورة ممكنة. فمن أسابيع بسيطة أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة جديدة للطاقة، واللي بيحاول من خلالها انه يوسع بشكل كبير جدا من نطاق الطاقه المتجدده في اوروبا، وده من خلال حشد استثمارات اضافيه وانه يشيل كل الحواجز امام طرح مصادر متجدده للطاقه. فرئيس السياسه المناخيه للاتحاد الاوروبي فرانس ميتر بيقول دعونا ندخل الى مصادر الطاقه المتجدده بسرعه البرق، وكلما تحركنا بشكل اسرع قللنا الاعتماد على الاخرين بشكل اسرع. فعلشان كده نقدر نقول ان الطاقه المتجدده هي اهم واسرع البدائل المتاحه قدام الاتحاد الاوروبي علشان يحل النقص الكبير جدا الموجود في الغاز الطبيعي دلوقتي، وكمان يتخلص من المشكله دي على المدى الطويل. فعلشان كده الطاقه المتجدده اللي هي الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح هي اسرع بديل موجود قدام الاتحاد الاوروبي او دول العالم كلها يعني بصفه عامه، علشان تتخلص بشكل كامل ونهائي من مشكله النقص الحاد في الغاز الطبيعي، ولكنها لسه محدوده الى حد ما وهتاخد شويه وقت على ما تسد العجز ده. ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات توقعاتكم بخصوص ازمه الغاز دي، وامتى يعني من المتوقع ان الطاقه المتجدده تحل محل الغاز او الوقود التقليدي اللي موجود دلوقتي. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والشير، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.